اهلا بيكم يا جماعه. انا لسه كنت بعمل ستوري دلوقتي، فلقيت ناس بترد عليا برضو ردود ما عجبتنيش. للناس اللي بتتابعني اكيد عارفين ان انا الكلب بتاعي عمل حادثه يوم ليله الجمعه، يوم الخميس بالليل قدام مول او وان. مول او وان في التجمع الخامس. موضوع بقى هو اتخبط ازاي، ده قصه تانية خالص وحوار كبير جدا هبقى احكي لكم عليه بعدين، لان انا قدامي في مسؤولية كبيرة جدا على المول. بس هنتكلم عن موضوع المول ده في لايف تاني. يعني انا بس المستغربة ان انا في ناس بتبعت لي مسدجات بتتريق عليا وبتهاجمني وتقولي انتي بتعيطي عشان الكلب بتاعك، هي مشاكل مصر كلها خلصت والناس اللي بتموت في الشوارع خلصت، ما عادش فاضل غير مشكلة الكلب بتاعي. على فكرة انا بعيط وحزينة وبقالي 4 ايام مش بعمل فيديوز عشان الكلب بتاعي، عشان انا الكلب ده انا بعتبره فرد من افراد اسرتي. انا بقالي من يوم ما هو اتخبط وانا مش قادره استمتع بحياتي وحاسه ان في حاجه كبيره ناقصاني. يعني يمكن عشان رقم واحد دي روح انا مسؤوله عنها، رقم اتنين انا بعتبره زي ولادي يعني زي ابني، رقم تلاتة عشان هو لما كان مرمي في الارض وكان يعني العربيه اول ما خبطته كان خلاص عمال بينزف من مناخيره بينزف من بقه وحواليه دم كتير وناس كانت واقفة بتتفرج وكل حاجة. يعني هو بص لي بص عمري ما بنساها في حياتي، عمري ما بصها اللي هو بصت ما تسيبنيش، بصت أرجوك خليكي جنبي، بصت اللي هو أنا يعني أنا محتاج لك. بس هو الناس ازاي بقى بتبعتلي تقولي، هو ناس كتير يا جماعه يعني انا مش عارفه انتوا هتصدقوني ولا لا، مستغربين ان انا متضايقه عشان الكلب. والله العظيم انا متضايقه عشان الكلب بتاعي، وعايزه اقول لكم ان انا يعني هعمل كل حاجه في ايدي عشان اعالجه، عشان هو روح زيه زي الانسان، مش عنده كبد بينبض وعنده قلب وعنده، فهو في الاخر يعني الكلب ده روح برضه يعني. والرسول عليه الصلاة والسلام دي سنة، يعني أنا في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فإن أنت تنقذ روح دي آدمية وإنسانية ورحمة، ولو دي حاجة بتتريقوا عليا فيها فأنا فخورة إن أنا عندي رحمة. يعني بعدين في حاجة تانية عايزة أقولها، أنا مش من الناس اللي كنت أنتوا انيمالز خالص، انا الكلب ده يعني اول حيوان في حياتي اربيه، مش انا ارتبطت بيه. كمان ولادي متضايقين جدا ان هو تعبان، يعني عمر بيحبه قوي، عمر ابني هو مش بيعبر عن مشاعره بس انا حاساه متضايق ساكت ومتضايق وحاسس وانا مش عارفه اعمل له حاجه. ربنا اللي يعلم يعني وربنا اللي يشهد ان انا I did my best، عملت كل حاجه في حياتي علشان اقدر انقذه. يعني طبعا والعياده اللي هو موجود فيها انا عايزه اشكرهم، لان هم اتليست بعد ربنا سبحانه وتعالى هم اللي محافظين على حياته لحد دلوقتي مع ان حالته حرجه جدا. يعني عايزه اشكر دكتور حاتم 60 وهو مسؤول عن هو صاحب الكلينيك، ودكتور محمد رفاعي المسؤول عن الحاله بتاعته. الكلينيك دي او الفات دي حلوه جدا، هي في التجمع اسمها 60 ستونز ستورز 60 ستورز. هما بيعملوا اللي عليهم، هو بياخد الدواء بتاعه بس هو متكسر، يعني كل حاجه فيه متكسره، عنده كسر في العمود الفقري، عنده كسر وشاكينه ممكن ما يتحركش تاني، عنده كسر في الفك ما بيعرفش ياكل ما بيعرفش يحرك رقبته، عنده كسر في الجمجمه، عنده كسر في الرقبه. بس انا يعني ويا ريت يا جماعه لو اي حد دكتور بيطري يعني هي كان سبورت في الحالة وعنده، خاصة احنا محتاجين دكتور عظام لان الكلينيك اللي فيها مش بيعملوا عمليات الكلاب، محتاجين دكتور عظام ودكتور اعصاب متخصص بيطري يعني متخصص في الكلاب، لان هو حالته حرجة جدا. بس هو اصلا مش هيقدر يعمل عملية دلوقتي لان ما يقدرش يستحمل بنج. النهاردة قلبه وقف مرتين وعملوا له انعاش عشان يعني يفوقوه يعني. بس انا عملت الفيديو ده عشان والله يا جماعه متخيلوش الطريقه اللي بتجيلي ان انا زعلانه وحزينه عشان الكلب. والله العظيم انا زعلانه وحزينه، انا بعترف وعامله الفيديو ده عشان اعترف دي روح الرحمه بالحيوان، دي حاجه كويسه ان انت تكون عندك رحمه عشان حيوان.
يعني انا بشكر كمان، انا اول مره اعرف ان الفات، يعني انا الفات الكلب فيها، في كلب بلدي خبطته عربيه رجله اتقطعت، هم خدوه استقبلوه عالجوه مع ان ده ملوش صاحب. انا احترمتهم جدا، ويعني يعني الفات دي عالجت الكلب ده على حسابهم. يا بخت كل انسان عنده رحمه، يا بخت كل انسان عنده انسانيه بجد. عشان خاطري لو بتحبوني تدعوا للكلب بتاعي ان هو يرجع تاني احسن من الاول، وان هو يتعالج. لو في اي حد يقدر يساعدني في الموضوع ده بليز يتواصل معايا. انا محتاجه، ان انا مش عارفه، محتاجه في موضوع العمليات دي اخد موقف، لان هو يعني معرض ان هو ما يتحركش تاني طول حياته، علشان شاكين ممكن يكون في ضغط على الحبل الشوكي بتاعه. طبعا بس بعتذر لكم على الدراما اللي انا عاملاها، بس دي مش دراما، ده بجد احساس بتأنيب الضمير، علشان دي روح انا كنت انا مسؤولة عنها، مش هقول كنت مسؤولة عنها. هو زي البيبي بجد. يعني عايز اقول لكم ان هو لما بنروح له كلينك حالته النفسية بتتحسن ازاي، وبتبسط ازاي، وبيبقى مبسوط ان هو سمع صوتنا، مع انه مش قادر يتحرك ولا قادر ياكل ولا قادر يشرب، بس بيبقى فعلا مبسوط. بس يعني بالله عليكم ممكن تدعوا له عشان خاطري ان هو يرجع تاني كويس. وموضوع بقى المسؤولية بتاعت المول دي، انا هعمل عليها فيديو اتكلم بقى واحكي كل القصة اللي حصلت وازاي هرب منهم، وقصة كاملة يعني. شكرا، ورمضان كريم، وكل سنة وانتم طيبين، وادعوا ربنا كتير يعني. Thank you. Bye bye.